عايزين نقول ان مشكله كبيره جدا كولر ممكن ما يلعبش بكره. كولر مش هيلعب؟ اتصاب النهارده. اتصاب برضه؟ مصطفى يحيى مصور المتميز جدا وهو متخصص في الحاجات دي، صور كولر وهو بيلعب كوره ركبته عملت كده فمسك ركبته. تعال نشوفها كده على الشاشه برضه نوريها للناس اهو. بص بص جاي كبرت يا جدو. ما بحبش كلمه جدو. ها بص مسك ركبته تقريبا تقريبا هتوه من الاول. انا طلعت ممكن تكون طلعت ممكن غضروف ممكن اي بص اي بص 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 لفت لفت خانته. خانته برافو عليك. صح بيقول لك ترقعت. بيقول لك مصطفى الدكش اللي مصور الفيديو ده. بس هقول لك ليه الاجانب يا خالد برافو ايه ده ما عدش 3 متر بيبعدوا عن الكوره ما بيلعبوش كوره خالص. لا بيلعبوا رياضه ما بيلعبوش كوره خالص. لا والله عشان كده هم ممكن في حاجه زي دي تكون باظت بقى.